تمكنت قوات الشرطة التابعة لأمن الحضري السابع بأمن ولاية مستغانم من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وتوقيف مروجتها. التحقيقات في القضية توصلت أن المشتبه فيها تحصلت على كمية المؤثرات العقلية عن طريق أختها المقيمة بطريقة غير شرعية بالخارج من خلال وسيط تجهل هويته، حيث يتم الاتصال بينهما عن طريق تطبيق الماسنجر. عن تهم المتاجرة في المؤثرات العقلية تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد سلفة الذكر ليتم تقديمها أمام نيابة مستغانم.